السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ ان شاء الله النهارده في الفيديو ده هنحل المساله رقم 15 من مشروع ايلر، فخليكم معايا. تمام، فالمساله بتقول لك ايه؟ بتقول لك لو انت واقف مثلا عند الركن اللي هو فوق على الشمال، او الركن فوق على الشمال خالص، تمام، وانت عايز تروح للركن اللي تحت على اليمين خالص، تمام، فايه عدد المسارات اللي انت ممكن تمشي فيها؟ فهو قال لك لو انت مثلا ماشي في رقعه او مساحه معينه مثلا عباره عن 2 في 2، في عدد المسارات اللي انت ممكن تمشي فيها عباره عن 6 مسارات، تمام. فهو عايز يحسبها ايه؟ هو عايز يحسب بقى عدد المسارات اللي انت ممكن تمشي فيها في رقعه عباره عن 20 في 20، تمام. طيب هو قال لك طبعا الاتجاهات اللي انت هتمشي فيها عباره عن يمين وتحت بس، تمام، ما ينفعش تمشي فوق او شمال، تمام كده. طيب فاول حاجه لو احنا جينا بصينا مثلا، اول حاجه دي مين؟ دي الخطوات اهي كانها معموله هنا اهو. فاول حاجه هيمشي مين؟ هيمشي يمين ويمين، وبعد كده تحت تحت، وبعد كده مثلا يمين تحت يمين تحت، وهكذا يعني. ودي كل الخطوات اللي عندنا. طيب فهو الفكره بقى ايه؟ الفكره انت لو جيت بصيت ايه العلاقه المشتركه ما بينهم، هتلاقي ان مجموع الخطوات اللي انت بتمشيها في اي مسار عباره عن ضعف طول الضلع بتاع الرقعه اللي عندك، تمام، ضعف طول الرقعه. فيعني ايه؟ هنا هتلاقي ان هو بيمشي 4 خطوات، اللي هو 2 في 2، اللي هو 2 في طول الرقعه بيساوي 4، تمام، وهكذا يعني. لو جيت لاحظت حاجة كمان، هتلاقي ان هو بيمشي خطوتين اتنين يمين وخطوتين اتنين تحت، يعني كده معناه ان المسار مقسوم نصين، تمام، او عدد الخطوات مقسوم نصين، نص عدد الخطوات يمين ونص عدد الخطوات تحت، تمام. فطيب ده تاني حاجة، تمام كده. طيب لو احنا جينا بصينا، انت لو جيت بصيت هنا هتلاقي هنا يمين، هنا بتقول لك ايه؟ بيقول لك مشي يمين يمين وبعد كده تحت تحت. طب واللي بعده مشي يمين يمين وبعد كده تحت تحت، في فرق؟ لا مفيش فرق، تمام. طيب انت لو جيت بصيت بقى هنا، طالما قلنا مفيش فرق، تمام، فكده هنستخدم حاجه اسمها توفيق، تمام. انما لو قلنا في فرق، تمام، يعني السهم ده هو السهم اللي بيشير الاتجاه اليمين عكس الصابع اللي بيشير الاتجاه اليمين، فكده معناهم ان هما الاثنين يعني مختلفين عن بعض، فهنستخدم حاجه اسمها تباديل، تمام. احنا التباديل والتوفيق احنا اتكلم يعني خدناها قبل كده في المدارس والكلام ده كله، بحيث ان كنت بتستخدم التباديل لو كان الترتيب مهم، الحاجه اللي انت بتسحبها او الحاجه اللي انت بتفحصها الترتيب فيها مهم فبتستخدم التباديل، انما لو الحاجه الترتيب فيها مش مهم فبتستخدم التوفيق. وطبعا هنا الترتيب مش مهم، عشان لو انا قلت يمين يمين بالشكل ده هو نفسه يمين يمين بالشكل ده، فما فيش اي اختلاف خالص، تمام. فهو دي الفكره، طالما ما فيش اختلاف وما فيش يعني الترتيب مش مهم عندنا، فهنستخدم حاجه اسمها التوفيق. طب ايه قانون التوفيق؟ قانون التوفيق والتبادل هو التوفيق. فهتقول له نون قاف ر عباره عن مضروب نون على مضروب ر في مضروب نون ناقص ر، تمام، ادي القانون بتاعنا. ايه النون وايه الر يا عم كريم؟ اقول لك يا سيدي، النون ده عباره عن عدد الخطوات اللي عندنا، تمام، والر دي عباره عن كام؟ عباره عن عدد الخطوات اليمين، تمام، عدد الخطوات اليمين بس كده. فانا عايز اشوف ايه؟ انا عايز اشوف في كام طريقه اقدر احط فيها خطوتين اتنين يمين في مسار مكون من 4 خطوات، ده اللي انا عايز احسبه، تمام. يعني انا عارف ان المسار، اي مسار هيبقى مكون من 4 خطوات، واي مسار هيبقى لازم يكون فيه خطوتين اتنين يمين، تمام. فانا عايز اشوف في كام طريقه اقدر ارتب بهم الخطوتين اليمين دولت، يعني فكل ده الطرق، انا عايز اشوف بقى كام طريقه، يعني ادينا رقم على طول في كام طريقه. فالتوفيق هتدي لك الرقم ده على طول مباشر، فتقول له من 4 اختار 2 اللي هو 4 قاف 2، تمام. الاربعه دول قلنا اللي هو عباره عن عدد الخطوات الكليه، والاثنين اللي هو عباره عن مين؟ عباره عن عدد الخطوات اليمين، تمام كده بس. فتقول له 4 قاف 2 هيديك مين؟ هيديك عدد المسارات. 4 قاف 2 هتديك 6 اللي هو فعلا عدد المسارات اللي انت ممكن تمشيها هنا، تمام كده، تمام. فاحنا بقى طالما احنا نستخدم المضروب، فاحنا نعمل امبورت للفانكشن ديت من الباكج او المكتبه ماس، تمام. مكتبه ماس ديت هتلاقيها مستطبه عندك، لو انت عندك بايثون هتلاقيها مستطبه عندك على طول، يعني من غير ما تعمل اي حاجه، تمام. وبعد كده عندك مين؟ عندك نمبر اوف فيسز ان، تمام. ديت عباره عن ايه؟ قال لك الداله ديت تكون بحساب عدد المسارات في رقعه مربعه طول ضلعها معطى للدال، يبقى سكوير جريد لينس ده عباره عن طول الضلع، تمام. طيب بعد كده عندك بقى مين؟ عندك طبعا احنا قلنا توتال ستيب لينس. توتال ستيب يعني ايه؟ مجموع الخطوات في اي مسار عباره عن كام؟ قلنا عباره عن 2 في طول ضلع الرقعه، تمام، ضعف طول ضلع الرقعه، تمام، يبقى 2 في السكوير جريد لينس اللي هو مدهون، تمام. في كام خطوه يمين؟ فالخطوات اليمين هتبقى عباره عن كام؟ عباره عن طول ضلع الرقعه ذات نفسه، تمام، السكوير لينس. يعني مثلا في حاله كام؟ في حاله لما كانت 2 في 2 كان في كام خطوه يمين؟ كان في 2. طب في كام؟ كان في كام عدد الخطوات الكل؟ كان 2 في 2 ب 4، وهكذا يعني،
تمام، فدي تعميم للكل يعني. طيب فكده بقى احنا كده عرفنا فين، عرفنا كده عرفنا النون تمام اللي هو يبقى عبارة عن كام، عبارة عن total steps تمام، وعرفنا الره اللي هو عبارة عن مين، اللي هو عبارة عن السكوير جريد لينس تمام اللي هو مديهولنا هنا كده. وبالتالي اطبق قانون اللي هو مين، اطبق القانون بتاع التوفيق تمام، وهيفيدنا. وبعد كده ارجع بقى مين، بعد ما بطبق القانون ده هنحفظه في المتغير اللي هو توتال باسز تمام اللي هو كل المسارات تمام، وبعد كده ارجع تمام بس كده. فلو احنا جينا جربنا القانون ده على 400 يعني عباره عن رقعه و400 في 400، ففي كم مسار ممكن انا امشي فيه الرقم الكبير ده تمام. انت شايف السرعه بتاعت الجزء اللي حسبه في الزيرو نانو سكند، يعني ما خدش وقت اساسا تمام، يعني في ثانية تمام. فلو احنا جينا مثلا خليناها 4000، شوف الرقم في ثانية ما خدش حاجة. طيب فتعالى بقى نشوف هو كان طالبها كام في كام، كان طالبها 20 اهو، فهو ده الرقم اللي هو ايه عايزه. فتعالى كده نشوفه، بسم الله تمام. فالحمد لله كده ايه، كده الحل صح تمام، والحمد لله حلناه تمام بس كده. الشغل كله تبديل وتوفيق. فلو انت فاهم الموضوع ده هتلاقي المشكلة بسيطة خالص وسهلة ان شاء الله. فيا رب اكون قدرت ان اوصلك المعلومه ديت وفهمت مني، ويا رب يكون الفيديو عجبك. ويا ريت لو لسه ما اشتركتش معانا في القناه تنزل تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وشير مع اصحابك، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا سلام عليكم.